السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. معكم سمية من قناة سمية سما. إذا كنت أول مرة غادي تزوروا القناة فما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. كنبغي نعلمكم أنها قناة متنوعة فيها طبخ، مواضيع، فلوغات. كنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكيكة سهلة التحضير ومقادير جد اقتصادية. الأساس ديالهم بجوج البيضات وكاس ديال الماء. خليكم معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. إذا على بركة الله، فبالنسبة للمقادير كنحتاجو لجوج البيضات، جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، معلقة صغيرة ديال قهوة سريعة الذوبان، عندي جوج معالق كبار ديال بودرة الحليب، كاس الزيت، كاس الماء. بالنسبه لهذا الماء راه غير ديال الروبيني، ما غليته ما حتى شي حاجه. كاس سنيده، معلقه صغيره ديال الخل، وعندي جوج الخميرات حمرين، عندي جوج كؤوس ديال الدقيق ديال الخاص بالحلويات ما يعادل زلافه، وعندي هنايا واحد الساشي ديال الفاني. على بركه الله ندوزو باش نخلطوا المكونات على حده. وبطبيعه الحال غادي نبداو بالسوائل ومن بعد غادي نبداو بالنواشف. غادي نبداو بالبيضات هما الاولين. بسم الله. غادي نحاولوا نطربوا معاهم هذا السكر ديال الفاني والسنيده مزيان. غادي نضيف السكر سنيدة، نحاولو نطربو مزيان هاد المكونات هادو. كتبدا تدوب لينا داك سنيدة و سكر الفاني. إلا عندكم خلاط كهربائي كتقدرو تستعملوه، أنا فضلت أنني نستعمل خلاط يدوي. غادي نضيف هنا داك الكاس ديال الماء، غادي نضيف كاس ديال الزيت، غادي نضيف واحد معلقة الخل صغيرة، وغادي نضيف واحد القبيصة ديال الملحة، غير واحد شوية ديال الملحة. نحاول نخلط مزيان عاد باش نضيف النواشف. دابا غادي نبدا نضيف النواشف وضروري ما نغربلوها. نضيف بعدا هاد معلقة صغيرة ديال القهوة. دابا غادي نضيف الحليب بودرة، من بعد غادي نضيف هاد الكاكاو، خاصنا اي حاجة ناشفة نغربلوها مزيان باش ما كتحببش لينا، باش ما كتحببش لينا الكيكة وما كتعجش لينا من الداخل، وكتجي هشيشة وكيجي كلشي مغربل، ما كتعجنش لينا وكتجي هشيشة، كتجي خفيفة من الداخل الى غربلنا كلشي. كتشوفوا راه هاد الكيكة ساهلة بزاف وكتجي لذيذة في المذاق. كنتمنى انكم تجربوها.
دابا غادي نضيف الدقيق، والدقيق نضيفوه بشويه بشويه، نضيف بعد هاد الخمارات هادو. هما من الاحسن دائما الخمارات نخليوهم هما الاخرين، ونبداو نضيفو في الدقيق بشويه بشويه. واخا عندنا العبار يقدر على حسب انواع الدقيق، يعني يقدر بعض المرات تحتاجوا انكم تزيدوا شي شويه، وبعض المرات كنضيفو داكشي اللي بقى لينا ديال الدقيق. نبداو نخلطو، كتشوفوا هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه في الاخر. انا تقريبا شاطوا لي جوج معالق ديال الدقيق، صافي ما غاديش نضيفهم بركه، على حسب طبيعه الحال الكؤوس. المهم العبار كنديروا كاس الماء، يعني كاس الشاي المغربي، ولا حسب كميه الماء، واش الكاس عامر ولا خاوي شي شويه. صافي دابا غادي نديرها في الماء وندخلها للفرن. ومن بعد دهنت المول بالزبده ورشيت عليه شويه الطحين، غادي نخوي عليه هذا الخليط ديال الكيكه ديالي، وغادي نحاول نهزها لفوق بهالطريقه هذه. صافي وغادي ندخلها للفران طيب على حراره 180 درجه، طيب غير من التحت وتكون بعيده شي شويه على العافيه، باش طيب لينا على خاطرها وتنفخ لينا مزيان. من بعد ما درت الكيكه طيب في الفران غير من التحت على نار مهيله، غادي نحضر السيرو اللي غادي نسقي به الكيكه من بعد ما تبرد. عندنا كاس د الحليب، معلقه كبيره د الكاكاو، وعشرة د القطع د الشوكولاته، غادي نديرهم فوق البوطه يدوبوا. من بعد ما خرجت الكيكه كندير فيها واحد الكيغدون اولا باش نتاكد انها طابت، وكنخرجها نحيدها وهي سخونه، كنحاول نتقبها باش نخوي عليها داك السيرو اللي ديجا برد. مهم كيف العاده يا اما الكيكه سخونه والسيرو بارد، او للعكس صحيح، يعني يكون السيرو باقي سخون والكيكه تكون بردات لينا. غادي نسقيها ونخليها في الثلاجه باش تشرب ليا داك السيرو مزيان، وعاد نزينها باش ما بغيتو تزينوها زينوها بطبيعه الحال. غادي نخليها دابا تبرد ليا على جنب. هذه هي الكيكه من بعد ما وجدات، كتجي لذيذه بزاف ورائعه. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، وانكم تجربوا الوصفه. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ولا الوصفه ديال اليوم، ما تنساونيش باللي لايك، وتشجعوني بالاشتراكات وباللي كومونتير تحت من لا فيديو، وقولي لي كيفاش جاتكم هذه الكيكه. وما تنساوش انكم تدعموني ايضا بالبارطاج مع العائله والاصحاب، على الاقل كل واحد يبارطاجي الفيديو مع 10 من الاصدقاء.